يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه يختلفون. مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. يقول هل الضمير هم يعود إلى الكفار فقط أم يعود إلى المؤمنين والكافرين؟ منهم من قال يعود إلى المؤمنين والكافرين. المؤمنون يؤمنون به والكفار يكفرون به، فهم اختلف المؤمنون والكفار. المؤمنون آمنوا به وصدقوا والكفار كذبوهم. نعم، النتيجة واحدة. نعم.